السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله راح نبقى مكملين مع الحلويات المعسلة. اليوم إن شاء الله خيرت لكم وصفة المقروط، لكن المقروط عنها اليوم الذوق تاعه راح يكون مختلف تماما على الذوق اللي متعودين عليه. احنا دائما متعودين انه المقروط الحشو تاعه يكون بالمكسرات او بالتمر، لكن الوصفة عنها اليوم الذوق تاعها راح يكون كريمي، راح يكون خفيف وبنين بزاف وراح يوالم بزاف، خاصة في شهر رمضان الكريم كما تقدروا يعني تستعملوه كمشروع لشهر رمضان الكريم. نتمنى إن شاء الله الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. بالنسبة لمقادير وصفة اليوم للعجين راح نحتاج 2 كوب ونصف الكوب من السميد اللي يكون متوسط، لازم السميد تاعنا يكون متوسط ما يكونش رقيق وأيضا ما يكونش خشين، لأنه الوصفة اللي احنا نخدمه بها اليوم يعني هذه العجينة ماهيش عجينة المقروط تاع الكوشة أو مقروط البقلة، هذه العجينة اللي نخدمه بها المقيرط راح نحتاج فيها السميد اللي يكون متوسط. عندنا أيضا كوب كامل من الفارينة أو الدقيق الأبيض اللي هي 125 غرام، وعندنا كوب من الزبدة أو المارغرين. يعني اللي ما عندوش الزبدة أو المارغرين تقدروا تستبدلوه بالسمن، هنا الكمية بالغرام عندنا 200 غرام. راح نحتاج أيضا ماء الزهر، وعندنا أيضا 10 غرامات من الفانيلا، راح نستعمل 5 غرامات للعجينة و5 غرامات أيضا للكريمة. عندنا 3 غرامات من الملح، وأيضا راح نحتاج 30 غرام من السكر الناعم. نجوزوا الآن نشوفوا طريقة التحضير. راح نبدا بسم الله في تحضير العجينه. في الاول نديروا الكميه تاع السميد، راح نضيف عليهم ايضا الكميه تاع الفرينه، وراح نخلط هذو مع بعض. يعني لازم نخلطوا الفرينه مع السميد مليح. نضيفوا الان الكميه تاع المارغرين، وراح نرمل هذا الخليط. في الاول نخدموا غير هكذا فقط بالاصابع، يعني حتى كي نلقاو السميد تاعنا يعني يتبلل كامل مليح بالمارغرين او بالسمن اللي تكونوا تخدموا به. هذاك الوقت نبدا نقوم بهذه العمليه. يعني باش نتاكد انه كامل حبات تاع السميد والفرينه تشربوا لي اليدين. الان راح نضيف له القليل من الفانيلا اللي هي حوالي 5 غرامات. لاحظوا معنا، نخلي قليل فقط للكريمة، وراح نضيف أيضا السكر الناعم. السكر الناعم عندنا حوالي ملعقة وشوية، يعني نديرو ملعقة وربع، ونضيفو أيضا الكمية تاع الملح. نعود نخلطو كامل هذو المقادير مع بعض هكذا، ونعاود ندخلهم أيضا مع السميد، وراح نبدأ نزيد الآن في الماء والمزهر تدريجيا. ندير كمية في الأول من المزهر هكذا، من بعد نبدأ نضيف أيضا في الماء تدريجيا. يعني كي اللي يحب كيرمل الخليط تاعو يخليه يبات، أنا في الحقيقة ما نخليهش يبات، يعني نعجنه هكذا في الأول، نديرو كمية خفيفة فقط من الماء بهذه الطريقة هكذا، من بعد راح نخليه جانبا يتشرب حوالي ساعة راح تكون كافية. كما راكم تلاحظوا يعني ما عجنتوش، فقط ضفت له الماء والمزهر غير ينطم العجين نتوقف. راح نغطوا على العجين تاعنا وراح نخلوه جانبا يرتاح بين ساعه وساعتين ان شاء الله، من بعد نعود نرجعوا ليه. راح نبدا الان في تحضير الكريمه. للكريمه راح نحتاج 2 كوب وربع من الحليب اللي هي 500 مللتر او نصف لتر من الحليب. بالنسبه لكميه الحليب تقدروا تستعملوا كوب والربع هذا تستعملوه حليب، والكوب الاخر تستعملوه كريمه طازجه، اي كريمه تكون متوفره عندكم اللي هي كريم فريش. هكذا عندنا الان نصف لتر من الحليب. راح نضيف الكميه تاع المايزينا اللي هي نشاء الذره، عندنا هنا 60 غرام. لاحظوا معنا بالملعقه شحال عندنا، واحده اثنين، يعني تستعملوا 3 ملاعق يكونوا معمرين مليح. نضيف عليهم ايضا كميه السكر اللي هي 30 غرام، يعني عندنا ملعقه كبيره، كما تقدروا تنقصوا ايضا في الكميه تاع السكر. ونضيف عليهم ايضا 5 غرام من الفانيلا، ونضيفوا ايضا قطرات من ماء الزهر. راح نخلط كل هذه المقادير مع بعض بارد في بارد، يعني قبل ما نشعلوا عليهم النار هكذا. على نار قليله وبواسطه ملعقه نبقى نحرك بهذه الطريقه هكذا حتى تتماسك عندي الكريمه. لاحظوا القوام تاع الكريمه تاعنا كيفاش يكون، لازم تحصلوا على كريمه تكون متماسكه. الان راح نطفي عليها النار هكذا، وراح نضيف لها كميه فقط من بودره الشانتيه، يعني ماش نضيف كميه كبيره بزاف، وهذه خطوه يعني اختياريه تقدروا تتخلوا عليها. يعني ضفت كميه قليله فقط، وراح نضيف عليها ايضا الجبن الطبيعي حوالي 90 غرام. راح نخلط كل هذه المكونات مع بعض.
يعني نخلطوا بودرة الشانتيي مع جبن الطبيعي يعني فيها حوالي 90 غرام العلبة اللي استعملتها. ثم إذا استعملتوا بودرة الشانتيي كمية شوية كبيرة نقصوا في الكمية تاع السكر اللي استعملناها في الأول. نقلبوا الكريمة تاعنا في إناء آخر ونغطوها بكيس بلاستيكي. الكيس بلاستيكي تاعنا لازم يكون ملامس لسطح الكريمة. راح نخليها الآن جانبا حتى تبرد. بعد ما تبرد الكريمة تاعنا ضيفوا معها علبة من الجبن الطبيعي، يعني نفس المقدار اللي استعملناه كي كنا نطيبوا في الكريمة اللي هو 90 غرام. يعني هذاك المقطع نحوس عليه ما لقيتوش، حبيت نقول لكم هنا كي تخلطوا زيدوا معها علبة من الجبن الطبيعي. راح نعمرها في كيس حلواني ونحطوها جانبا. هنا بعد اللي خليت ترتاح اكثر من ساعة لاحظوا القهوة نتاعو كيفاش يكون، يعني عاود ينشف لكم العجين. راح نعاود نبلل العجين، لكن ملاحظة فقط، انتوما اذا كان عندكم العجين نسبة كبيرة بزاف يعني قسموا دائما، خلوا الكمية اللي مازال ما خدمتوش بها غطوها وبلوا فقط الكمية اللي راح تخدموا بها. يعني كما الان راح نخدم هذه الكمية فقط، نقسمها على اثنين مثلا، ندير شوية تاع ما فقط لهذه الكمية، نديروا الماء او المزهر ونعاودوا نعجنوا بهذه الطريقة، يعني شوية فقط تاع الماء. هكذا دائما نعاودوا نغطوا الجزء اللي ما نخدموش به ونخلو فقط الجزء اللي راح نخدموا به. هنا راني ديت كميه من العجين تاعنا وراني قسمته لكريات الحجم الواحده 60 غرام، راح نكورها هكذا بهذا الشكل ونحطوه جانبا. نعاود نغطي الكريات تاعنا يعني باه ما يشفوناش ونحطوهم جانبا. بالنسبة للقوالب أنا اخترت هذا القالب تاع السيليكون، يعني تقدروا تخدموا في القوالب الحديدية. اخترت هذا الشكل البسيط الدائري، يعني خيط الحبة تكون شوية كبيرة باه نسبة تاع الكريمة تكون مليحة لداخل. القطر هذا اللي استعملته أنا 7 سنتيمتر، كما تقدروا تستعملوا هذه القوالب اللي القطر تاعها 5.5 سنتيمتر. بالنسبة للطريقة اللي راح نفتح بها العجين، يعني ما نحطوش العجين في راحة اليد ونبدا نضغط عليه، يعني هذه الطريقة غير عملية. راح نوريكم طريقة أخرى أحسن، أنه نحطوا العجين تاعنا مباشرة على كيس بلاستيكي، نعاود نغطيه بهذا الشكل هكذا ونضغط عليه. يعني بهذه الطريقة هكذا، يعني الشكل تاعها راح يكون أحسن، وأيضا راح نكملوا الكمية كامل بسرعة. لاحظوا معنا الشكل تاعها كيفاش يكون. نحكم فقط العجين تاعنا نحطه على كيس بلاستيكي، نردو القطعة الثانية عليه ونضغط. راح نحكم أول قطعة اللي كنا خدمناها وراح نحطها مباشرة لداخل في القلب. يعني هذه الطريقة هكذا حتساعدنا أحسن، ودائما حاولوا تتخلصوا يعني من الهواء اللي يكون بين القلب والعجين. إذا لقيتوا كاين انتفاخات بين العجين والقالب دائما نعاود نثقب العجينة تاعي هكذا ونخرج هذاك الهواء اللي يكون لداخل، لكن نعاود نغلق ذاك الثقب يعني ما نخلوهش هكذا. راح نبقى نخدم هكذا يعني حتى نكملوا هذو الستة قطع بنفس الطريقة. قبل ما نبدا نعمر في القوالب تاعنا حبيت نضيف لكم ملاحظة فقط، انتم إذا حبيتوا المقروط يجي شوية مشقوق والكريمة تبان لداخل ثم نعمروا القوالب تاعنا مليح باه نغلقوهم. والطريقة الثانية إذا حبيتوا يعني المقروطة تاعكم ما يبانش وشن هو الحشو نتاعو حتى تفتحوه، ما تعمروش بزاف يعني بالحشو الداخل. أنا نفضل الطريقة الأولى أنه نعمروا بالحشو مليح وينشق، راح يمد لكم أيضا منظر أكثر من رائع للمقروط نتاعكم. الآن راح نبدأ نعمر في القوالب، ومن المستحسن أنا بالنسبة لي نحب نعمرهم شوية زيادة، لأنه خاصة إذا كنا في شهر رمضان دائما نحبوا الكريمة تكون كاينة في الحلويات نتاعنا. يعني هذو الزوج راني ما عمرتهمش بزاف باش نشوفوا النتيجه تاعهم. في الاخر واش راح نعمل؟ راح نحكم القليل من العجين وراح نعاود نفتحوا بنفس الطريقه اللي فتحنا به هذه العجينه، يعني نديروا في كيس بلاستيكي ونفتحوه. لاحظوا معنا كيفاش تكون، لان واش راح نعمل؟ راح نديرها لهنا في الوسط، لاحظوا، ونحاول نخرج الهواء اللي يكون في الوسط ايضا هكذا. من بعد واش نعمل؟ راح نقرص هذا العجين، يعني اللي حطيته الان مع الاول نقرصه بهذا الشكل هكذا. في الأخير راح نتخلص من هذا الزائد. هكذا نعاود فقط نعطي الشكل الحلو نتاعنا. هكذا نحطوا العجينة نتاعنا، نحاولوا أيضا نخرجوا الهواء اللي يكون في الوسط هكذا. من بعد نبدأ نلصق فيهم ودائما نزحدوا الزوائد. في الاخير نعاودو نطلعو فقط الجوانب هكذا باه نتاكدو انو الحلوة تاعنا راهي مغلوقة.
راح ندخلوا الحلوة تاعنا للفرن على درجة حرارة 190 درجة. الفرن تاعنا لازم دائما يكون مسخن مسبقا. راح نخليه في الفرن حوالي 25 أو 30 دقيقة. كما راكم تلاحظوا يعني العجينة تاعنا راهي رقيقة بزاف، وأيضا الكريمة اللي وضعناها لداخل يعني راهي طيبة، ما راحش ياخذ لنا وقت بزاف، لأنه لو كان تخلوه يطول وقت بزاف في الفرن تاعكم يعني الكريمة تاعكم راح تعاود كامل الذوب وتبدأ تطبخ، يعني راح تبدأ تخرج لكم على برا. لذلك الفرن تاعكم لازم يكون مسخن مسبقا، وأيضا ما راحش نخليه فترة طويلة، يعني بين 25 دقيقة كأقصى حد 30 دقيقة راح يكون كافي. هنا الحلوة تاعنا رانا خرجناها من الفرن، شوفوا ما شاء الله الشكل تاعها كيفاش يكون. وكما راكم تلاحظوا يعني كاين يوم يخرجوا منهم الكريمة، هذو اللي عمرناهم بزاف. لاحظوا هذه اللي ما عمرناهاش بزاف يعني حتبقى كامل مغلوقة. الآن حنخليها جانبا حوالي 3 أو 4 دقائق يعني حق ما تتمسك عندنا الحلوة تاعنا، من بعد راح ننزعوها ونعسلوها مباشرة. هكذا نعسلوهم مليح، كما نعرفوا كامل انه المقروط دائما العسل تاعو لازم يكون ثقيل. انتم اذا حبيتوا تطيبوا المقروط هذا وتحطوه جانبا حتى يبرد باش تبداو تعسلوا فيه، يعني عادي تقدروا تخلوه يبرد، من بعد كي تبداو تعسلوا فيه سخنوا فقط العسل تاعكم، خلوه يكون دافي ونعاود نعسل المقروط. هنا رانا كملنا حضرنا المقروط بالكريمه تاعنا تاع نهار اليوم، شوفوا ما شاء الله النتيجه النهائيه اللي حيتحصلوا ليها. شوفوا الله يبارك الشكل تاعو، يعني صدقوني شكل جد فاخر. كما راكم تلاحظوا بالنسبة لهذو القوالب اللي كنا خدمناهم مع بعض اللي كان القطر تاعهم 7 سنتيمتر، وهذو الصغار اللي خدمتهم لهنا كان القالب تاعهم 5.5 سنتيمتر، يعني هذا الأمر يرجع لكم إذا حبيتوا الحب كان صغير أو كبير. وكما راكم تلاحظوا هنا يعني شوفوا معنا هنا لاحظوا الكريمة كيفاش تخرج، صدقوني أنا نحبه بهذا الشكل، يعني نكثر له الكريمة شوية باه تخرج الكريمة هكذا على برا. بالنسبة لهذه يعني حضرتها بشوية كريمة يعني تبقى محافظة على نفس الشكل. لاحظوا أيضا الحب اللي يكون كبير، لاحظوا هنا الكريمة كيف خرجت، لكن الحب اللي ما فيهش الكريمة بزاف يعني الحبة تحكم راح تكون كامل مغلوقة. نتمنى ان شاء الله الوصفة تاع اليوم طريقة التحضير كانت عجبتكم. الان بقات المرحلة الاخيرة فقط، راح نقسموا الحبة ان شاء الله ونشوفوا المقروط تاعنا كيف جا لداخل. بسم الله ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله كيف يكون الشكل تاعها لداخل. شوفوا الله يبارك الشكل تاعها كيف يكون، والله غير صدقوني غير الشاهي بلا ما ناكلوه. شوفوا الله يبارك. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى ايضا انكم تجربوها. والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.